سادات وسادة، تحية لحضراتكم. حوار جديد في من القاهرة، أهلا وسهلا. الليلة حوار رئيس مع حضراتكم، هيشرفنا فيه الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة دليل. هنطوف فيه مع حضراتكم حول أهم التحديات وأهم المشاكل على المستوى الإقليمي والدولي. هيكون حوار شامل، هنتكلم فيه عن كل النقاط المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية بإذن الله. أيضا عندنا كمان مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بداية الأخبار، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ تلك المشروعات والتوسع في القائم منها. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مدبولي مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض مشروعات الطاقة الجديدة ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر. خلال اللقاء أكد وزير الكهرباء أن مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية يعد من أهم المشروعات المنفذة في مجال الطاقة الجديدة. التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمحافظة. وفي مستهل اللقاء أشار محافظ بورسعيد إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أن بورسعيد شهدت كما كبيرا من أعمال التنمية. وخلال اللقاء استعرض محافظ بورسعيد مقترحات التطوير لمنطقة المثلث المعدوم الذي سيعود بعائد مادي على الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمقيمين بالمنطقة لحين إنشاء تجمع حضاري ضمن مبادرة حياة كريمة. أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن إجمالي ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها في الفترة من أول العام المالي الحالي يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالي بلغ 12 مليار و344 مليون جنيه، بنسبة 48% من إجمالي الاعتمادات المخصصة خلال العام المالي الحالي التي تقترب من 29 مليار جنيه، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات والاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البنية والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تتراوح بين 35% و94%. وشدد أمنة على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث المنظومة القضائية، جاء افتتاح محكمة الطفل النموذجية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وهي الثانية على مستوى الجمهورية. هي الثانية في جيل محاكم الطفل في مصر بعد محكمة الجيزة. إنها محكمة الطفل النموذجية الكائنة بمقر محكمة الأسرة ببنها. احنا في مقر يمكن مش تقليدي لدور العدالة، وهو مقر لمحكمة الطفل. محكمة الطفل بيبقى لها نموذج غير تقليدي، بيبقى بيراعي الطبيعة ونفسية الطفل بحيث انه يحافظ على التوازن النفسي للطفل سواء كان جاني أو مجني عليه. تتكون محكمة الطفل النموذجية ببنها من 3 طوابق وقاعات متعددة مجهزة بوسائل إتاحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تجهيزها بشكل صديق للأطفال. محكمة صديقة للطفل دي المحكمة الثانية اللي بنفتتحها، الأولى كانت 6 أكتوبر من حوالي سنتين، دي المحكمة الثانية، وإن شاء الله تباعا هيبقى في مثل هذه المحاكم النموذجية للطفل في كل محافظات الجمهورية، ونأمل قريب نشوف حاجة في الصعيد بقى إن شاء الله. كما تم تجهيز قاعات المحكمة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية تسمح للمترددين بمتابعة الجلسة من الخارج. المحاكم اللي بننشئها من أول خالص هي دي اللي بتبقى طالعة سواء معمول حساب التقنية فيها، فإحنا الحمد لله ماشيين بخطى
حثيثة وخطى جيدة جدا في سبيل تطوير منظومة المحاكم، وبنلاقي كل الدعم بصراحة من السادة المحافظين. هذا وقد روعي في تصميم محكمة الطفل النموذجية أحدث الوسائل العلمية بما يتفق مع مواصفات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك في إطار خطة وزارة العدل نحو دعم حقوق الطفل وتوفير الحماية القضائية للمتهمين والمجني عليهم والشهود من الأطفال. اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق العدالة الناجزة، تخطو وزارة العدل بخطى ثابتة لتحديث وتطوير المنظومة القضائية في مختلف محافظات الجمهورية. من داخل محكمة الطفل النموذجية بمحافظة القليوبية، أمل صبري، النيل. قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي مد فترة إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من المزارعين والتجار والمطارب وغيرهم بإخطار المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزن لديهم، حيث كان من المفترض أن تنتهي الأحد، إلا أن الوزارة مدت المدة حتى يوم 3 ديسمبر القادم. وبموجب قرار سابق باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، فبعد انتهاء المهلة المحددة للإخطار ستطبق أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء في حال ثبوت المخالفة بمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 2,000,000 جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر. وللمزيد بينضم الينا عبر الهاتف السيد مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية. مجدي بيه، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بك استاذ احمد. حضرتك بتشوف هذا القرار ازاي واهميته على صالح المواطن؟ بص حضرتك، هو طبعا يعني هذا العام صدر قرارات عديدة بخصوص تنظيم آلية تداول سلعة الشعير اللي بيتبعها تداول سلعة الأرز. الحقيقة هناك يعني مازال بعض عدم الرؤية والوضوح للفلاح انه توريد الطن على بطاقة الحيازة ده مساهمة مجتمعية ودور إيجابي، وبالأخص في الظروف اللي بيعانيها كل القطاعات الصناعية والتجارية. أعتقد أن احنا في منظومة محتاجة التلاحم والتكاتف. طيب مجدي بيه، ما هو في إشكالية، عفوا للمقاطعة، في إشكالية، الفلاحين حائزي الأرز شايفين أن السعر اللي تم تحديده غير مجدي بالنسبة لهم، والدولة بتشوف أن ده السعر المناسب، وبالتالي إشكالية التخزين قائمة لدى الفلاحين، وبالتالي القوانين كمان موجودة من جانب الدولة المصرية. حضرتك بتشوف آلية التعاون أو آلية أن تكون أو نكون في واقع بلا أزمة؟ حضرتك بتعملوا جزء منه اللي هو الإعلام وتوجيه وإرشاد وتوضيح الرؤية. حضرتك الحقيقة طالما أن هناك قناة أخرى بتزايد على سعر الشعير وبتصر على الوجوه ضد آلية الدولة، لازم هيكون في مشكلة. حقيقة سعير من قبل وزارة الزراعة في المقام الأول وليس من وزارة التموين. تمام. وتم التصديق على هذا التسعير من قبل مجلس الوزراء. السلعة محلية في المقام الأول وليس لها علاقة برفع سعر الدولار. بناء عليه ايوه مش هنجادل ان هناك تاثير، ولكن ليس بالدرجه الاولى اللي نقدر نقول السعريه. وبناء عليه هو ما فيش طلب من الفلاح غير مره طن، والباقي هيتم تداوله بسعر افضل. لا يصلح ان احنا نقول النهارده يكون في استغلال ويصل
سعر الأرز الشعير في السوق الموازي بأعلى ب 50%، ده غير منطقي. صحيح. يعني الحقيقة الموضوع محتاج جزء كبير من التوعية والتوجيه واستيعاب الأمر. ما هو احنا مش ممكن نفضل كده في عناد، وتم تغليظ العقوبة وتم صدور قرارات عديدة، في النهاية الدولة هي اليد العليا ولازم نتفق على هذا. طيب هو تفتكر يا مجدي بيه مثل هذه القضايا يعني يمكن ان تعالج بتغليظ العقوبة او بالقوانين؟ حضرتك لك رأي اخر استاذ فوزي، يعني حضرتك اعلامي وكسلطة رابعة في الدولة، هل ترى ان هناك قانون او قرارات يتم تنفيذها الا بالثواب والعقاب؟ لا انا اتصور وبرضو احب اسمع راي سيادتك ان لازم يكون في مزيد من التوعيه بالنسبه للفلاحين يعني باهميه هذا الامر، ويكون في كمان مجالات اخرى تشجيعيه بالنسبه لهم فيما يتعلق بانه لو سلم تحفيزيه فيما يتعلق بانك انت لو سلمت الكميه الكامله بتاعتك هيكون في حوافز ليك في انك تاخد بذور في العام القادم بشكل معين. الحته اتفضل. عندنا نقطه، هناك صبر ويعني مراعاة للبعد المجتمعي في كل شوية مد المهلة حتى يتم الوصول إلى قناعة بأن الأمر ليس عقاب إنما هو دور مجتمعي. تمام. وده اللي بيحصل، وده على دليل على كده إنه أصدر اليوم معالي وزير التموين مد، كان الامر هينتهي غدا، مد اسبوع كمان لحد 4 ديسمبر. هناك حملات من وزاره الزراعه للجمعيات الزراعيه بتوعيه الفلاح بتسليم الطن اللي على البطاقه بالسعر المعلن. وهناك حوافز اخرى عديده سيتم تنسيقها ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وما بين وزارة الزراعة للفلاح الملتزم. أعتقد إن إحنا محتاجين نصل إلى مرحلة من التكاتف والتعاون في ظل الظروف اللي بيمر بها العالم من مشاكل اقتصادية وأجواء حروب وأمراض، فأعتقد إن كل ده محتاج يبقى الفلاح النهارده بقى على وعي كافي ومدرك هذه الامور. هو بس الفكره زي ما حضرتك بتقول كده، حتى لو هيكون في تكامل بين وزاره الزراعه ووزاره التموين فيما يتعلق بحملات توعيه او تقديم يعني حزم تحفيزيه للمزارعين، يعني نعمل ده دلوقتي او نقوله للناس، ما نستناش ان احنا بعد شويه، ولا حاجه. لو ليك راي تاني برضو انا احب اسمعه، لان احنا ساعات يعني بيكون في حاجات بنعلنها بعدين، لكن لو في حاجات بتتم تنسيق بين وزاره الزراعه ووزاره التموين نقول للناس ده دلوقتي علشان كمان نديهم. بص استاذ فوزي، انا في نقطه مهمه عايز اوضحها. اتفضل. ان احنا موسم الحصاد الحقيقه بيبدا من اواخر شهر ديسمبر الى منتصف اكتوبر اوائل نوفمبر لحد اخر. تمام. حسب نوعيه الارز اللي مزروع وحسب تاريخه، وهنفترض ان احنا هذا العام نظرا للتغيرات المناخيه تم مد زراعه الارز حتى منتصف شهر 6، في بعض المحاصيل من الارز تصل الى 120 يوم، فوصلت معاك لحد نص اكتوبر، استمر الحصاد فيها لحد اول نوفمبر. النهارده من اول نوفمبر لحد نهايه نوفمبر اللي احنا فيه حاليا، اعتقد ان دي فرصه كافيه للفلاح ان يتداول سلعته. ما بعد هذا اصبح بقى هو حجب السلع عن التداول. فهمتني حضرتك انا اقصد ايه؟ صحيح صحيح صحيح. انا الحقيقه مش عايز اخش، يعني انا عثرته قبل كده نقاشا، انما انا عايز بس اقوله ان احنا في منظومه بنحاول يعني نصوت اخطائنا القديمه
في منظومة بنقول إحنا في جمهورية جديدة، إحنا في حوكمة، إحنا في ميكانة للأمور، في جذب للسوق الموازي للسوق الرسمي. كل ده محتاج إجراءات، محتاج ضوابط، محتاج قرارات. أعتقد إن خد بال حضرتك إنه السوق أكثر من 55% السوق الرسمي. كلام مظبوط، أنا بشكرك جدا. عشان حضرتك تجيبه للسوق الرسمي مش هتلقى سهولة، هتلاقي عقبات وصعوبة، وبالتالي إحنا لازم يكون عندنا نفس طويل عشان ننجح المنظومة إذا كان عندنا إرادة قوية. أشكرك جدا، أشكرك جدا، بشكرك الأستاذ مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، شكرا جزيلا. أيضا مشاهدينا الكرام، قال إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين والتجارة الداخلية أن احتياطات مصر من القمح والزيوت النباتية تكفي لاستهلاك أكثر من 5 أشهر، في حين أن احتياطي السكر والأرز يكفي ل4 أشهر. وأضاف عشماوي أن مصر انتهت من تسجيل 40 مطحن في البورصة المصرية السلعية استعدادا لأول تداول للقمح غدا الأحد. ستطرح الهيئة العامة للسلع التموينية كميات للبيع من مخزون القمح لديها على المطاحن عبر منصة بورصة السلع بمعدل طرح مرتين أسبوعيا، وسيتم الإعلان عن الكميات التي سيتم تداولها ومواصفاتها قبل التداول بأقل من ساعة على شكل مزايدة على أن يتم تداول السلع الاستراتيجية الأخرى كالزيت والسكر والأرز تباعا. عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، وذلك بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشاد الوزير بجهود الجامعات والمراكز البحثية التي شاركت بفعالية طوال فترة إقامة فعاليات مؤتمر المناخ، معربا عن سعادته بالمستوى اللائق الذي ظهرت به أجنحة مؤسسات التعليم والبحث العلمي التي أقيمت بالمنطقة الخضراء لاستعراض أبرز المشروعات البحثية التي تهدف إلى مجابهة التغيرات المناخية التي تشكل خطرا على دول العالم. واجه باستمرار الجامعات في عقد المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية ورش العمل والفعاليات وتشجيع البحوث العلمية التي تستهدف تنمية الوعي لدى الطلاب والمجتمع بملف التغيرات المناخية وإيجاد حلول لهذه القضية العالمية. للمزيد بينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي. استاذ رفعت تحياتي، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ فوزي، اهلا وسهلا. اشكرك، يعني ابرز ما ترصده عن اجتماع المجلس الاعلى للجامعات وابرز النقاط التي دارت والمناقشات التي تمت في هذا الاجتماع. هو يمكن 4 5 نقاط استاذ فوزي. الجزء الاولاني اللي حضرتك اشرت اليه وهو الاشاده في المظهر الحضاري اللي ظهرت فيه الجامعات ومراكز البحوث العلميه في مؤتمر قمه المناخ، لكن التركيز النهارده في المجلس الاعلى للجامعات ماذا بعد هذا المؤتمر؟ خاصه ان دي قضيه عالميه لابد كلنا كل دول العالم تشارك فيها حتى تنجح في تقليل انبعاثات الضاره في البيئه والتلوث اللي موجود في البيئه من خلال هذه الانبعاثات. فبلا شك الاهتمام هنا يكون من خلال ايه؟ ان اولا توعيه الطلاب نفسهم في اهميه القضيه. نمره 2 عمل الندوات والمؤتمرات العلميه وان البحوث العلميه تكون مركزه في هذا الاتجاه بنسبه كبيره، وبالتالي يكون اهتمام اكبر بهذه القضيه ومستمر حتى ينعكس ذلك ايضا على المجتمع وعلى البيئه اللي احنا بنعيش فيها. الجزء الثاني اللي تناوله الاجتماع النهارده بتاع المجلس الاعلى للجامعات هو الانتخابات الطلابيه اللي بدات يوم الخميس اللي فات، فتبات التقدم ليها على مستوى كل الجامعات المصريه وان شاء الله تستمر الى يوم 4 ديسمبر القادم. الجزء الثالث او الموضوع الثالث المهم اللي ناقشته اعضاء المجلس الاعلى للجامعات اليوم هو كيفية مواجهة الفكر المتطرف، وبالتالي التركيز على هنا على توجيه الطلاب وعمل ندوات، وأيضا أن يعني يكون هناك مقرر يعني خاص بهذه القضايا المجتمعية يدرس في مختلف الكليات يتناول الفكر المتطرف والمتشدد ده وكيفية مواجهته. نمرة 2 كيف يتم التعامل بشكل لائق مع الآخر واحترام الآخر
نمر الثلاثة إن يكون الطالب مشاركة إيجابية في بناء مجتمعه وله ولديه من القيم والمثل والمبادئ الجيدة التي تدفعه إلى ذلك. إحنا محتاجين إن إحنا نعيد تنشئة ولادنا بشكل كويس في الفترة المقبلة، خاصة إن يمكن الدروس الخصوصية في الثانوية العامة وما قبلها لغت ذهاب الطالب إلى المدرسة، وبالتالي كان دور المدرسة تضاعف وتراجع وانتفى في التربية والتنشئة والتوجيه والتثقيف. فالوزارة نفسها وزارة التربية والتعليم، فتحولت الأمور إلى أن الطالب بيروح الدرس الخصوصي عشان يشتري شهادة عشان يحصل درجات، إنما فين التنشئة وبناء الشخصية؟ هنا لابد نلحقها ونعملها في الجامعة أيضا بهذه الصورة. بلا شك ان الوزير ايضا طرح النهارده فكره كويسه جدا ان كل شهر في جامعه من الجامعات اللي موجوده في كل محافظه تعمل نوع من التجمع للعديد من الجامعات المختلفه، سواء الجامعات المصريه او حتى بعض الجامعات الدوليه زي ما اشار النهارده الجامعات البريطانيه وغيرها وجامعات الامارات العربيه المتحده، ان احنا نناقش قضيه هذا الاقليم، مشاكله وكيفيه حلها وكيفيه التعامل معها، ويبقى ده فعاليه مهمه جدا عشان نعمل نوع من الربط ما بين اهتمامات الجامعات وبحوثها وحل مشكلات البيئه اللي موجوده فيها هذه الجامعه، سواء من خلال البحوث والدراسات العلميه او من خلال الجهود اللي بيبذلها الباحثين في هذه الجامعه. أنا بشكرك جدا على كل هذه المعلومات الأستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي الكبير، شكرا جزيلا. انطلقت مساء اليوم في معبد الكرنك بالأقصر فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت شعار نبني حضارة طبية في الجمهورية الجديدة 3 سنوات تأمين صحي شامل، بالتزاون مع مرور 3 سنوات على تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل رسميا من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر من عام 2019. وقال الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل أن الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية يحتفي بالتجربة المصرية الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأربع محافظات هي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، وبإنجازات هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين. انطلقت مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة بمصر اليوم، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله في جو إيماني بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. جرت فعاليات المقرأة برئاسة فضيلة الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية وعضوية أعلام دولة التلاوة المصرية. في مستهل جلسة التلاوة المباركة أكد فضيلة الشيخ محمد حشاد نقيب القراء أن مصر بلد القرآن الكريم، وهي التي علمت الدنيا تلاوة القرآن الكريم موجودا ومرتلا، وأضاف أن وزارة الأوقاف تعمل جاهدة على نشر كتاب الله عز وجل على أوسع نطاق بما يحافظ على كتاب الله ويسهم في اكتشاف الأصوات الحسنة. أقام متحف القوات الجوية احتفالا تحت شعار في حضن الوطن باليوم احتفالا باليوم العالمي للطفل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة بحضور عدد من الرموز الوطنية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ونحو 500 طفل ممن نفذوا العديد من البرامج الفنية والورش التطبيقية. تزامنا بالاحتفال باليوم العالمي للطفل وتحت شعار في حضن الوطن، نظم متحف القوات الجوية احتفالا باليوم العالمي للطفل بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بمشاركة ما يزيد عن 600 طفل وعدد من رموز المجتمع المدني والدولة. معانا أكثر من 600 طفل من أطفال مصر بمختلف الأعمار، يعني وداخلين في سن الشباب. عندنا ورش 18 ورشة
منها ورش فنية، منها ورش رياضية، منها ورش تعليمية. النهاردة كان في تنظيم بالنسبة للمعرض أكتر من رائع، وفي رعاية للأطفال بطريقة جميلة جدا، وفي اهتمام للطفل والانتماء للمواهب بتاعتهم والرعاية بتاعت المواهب بتاعتهم. أنا بدأت رسم وأنا عندي 6 سنين، وبعدها كملت في الموهبة. طبعا عندي رسومات أكتر من كده يعني، بس دول أحلى رسومات يعني اللي أنا معايا. صورة من السعادة والكبرياء ارتسمت على وجوه الأطفال داخل متحف القوات الجوية خلال مشاهدتهم والاستماع إلى تاريخ القوات الجوية المشرف وما قدمه رجالات القوات الجوية من تضحيات للحفاظ على عزة وكرامة الوطن. كما تضمن الحفل فقرات عديدة موسيقية وفنية وألعابا رياضية وترفيهية. في عندنا مسابقة اسمها إبداع وتميز، كان ناتج المسابقة دي مجموعة من المراكز الأولى على مستوى القاهرة مشاركين معنا بالإبداعات بتاعتهم. في حاجات تكنولوجي، في حاجات كهربية، في حاجات من الطاقة الشمسية. احنا عاملين ألترا سونيك، هو رادار بيكشف المحيطات اللي قدامه لما بتبقى في حاجة قريبة منه بيقول، فاحنا عملنا الأول الألترا سونيك علشان لما نيجي نحطه في العربية نبقى عارفين هو بيكشف لقدام قد إيه. اختراعي جهاز اسمه المنظف البيئي، هو بيعمل على بيشتغل على إنه ياخد النفايات ويحولها لزيت وبخار، والزيت ممكن نستفيد به في الأرصفة والحاجات. جدير بالذكر أن دول العالم ومنها مصر تحتفل باليوم العالمي للطفل في 20 من نوفمبر من كل عام، والذي يصادف الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989. وتتواصل احتفالات مصر بيوم الطفل المصري بالتزامن مع يوم الطفل العالمي للتأكيد على ما حققته مصر من إنجازات واضحة في إعلاء حقوق الطفل المصري. من داخل متحف القوات الجوية، عبد الحميد صقر، النيل. مشاهدينا، ده كان استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. أولى حوارات من القاهرة هو حوار رئيس، والحقيقة في بعض الحوارات يطيب لنا أن نتناقش، وخاصة عندما يكون الحوار مع الأستاذ فللحديث مذاق آخر. السادات والسادة، أرحب مع حضراتكم وضيفي في هذا الحوار، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير الأستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي. أسامة بيم نورني، أهلا وسهلا. اسمح لي نتواصل سويا في هذا الحوار، ولكن احنا كمان معنا تقرير، هنتابع هذا التقرير بعد الحوار، ابقوا معنا.